بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل أبو إبراهيم أرسل بسؤال يقول فيه: هل يجوز للراقي أن يستنطق المريض ويقوم بأسئلته ويقول له مثلا: من سحرك؟ من عمل بك هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فما على الراقي إلا أن يرقي المصاب بالآيات والأدعية الشرعية، ولا يستنطق المصاب، لأن هذا يثير الفتنة بين الناس، يقول فلان فعل كذا، فهذا المريض يجد على هذا الذي قيل فيه هذا الكلام أو أقارب هذا المريض ويحصل فتنة بين الناس، فهذا من باب التحريش. فما على الراقي إلا أن يرقي بالقرآن والسنة والدعوات النافعة ويقتصر على هذا، وهذا فعل سبب إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أقوم بتقسيط السيارات، كيف أخرج الزكاة لمثل هذه السيارات؟ مأجورين؟ الزكاة في قيمة السيارات وليست في السيارات أنفسها، إنها في قيمتها التي اشتريتها بها، إذا حال الحول على قيمتها فإنك تثمنها وتقومها بما تساوي عند تمام الحول، تخرج الزكاة على القيمة التي تساويها السيارة عند تمام الحول. نعم. يقول هذا السائل السوداني مقيم بالرياض: أنا علي ديون كثيرة، هل يمكنني أن أذهب وأأتي بعمرة مع أنني لم أعتمر طول حياتي؟ الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله لم يكلفك بالحج والعمرة وأنت لا تستطيع وعندك ديون تعجز عن سدادها، لم يكلفك الله بذلك، فابدأ بسداد الديون، فإذا سددت الديون وبقي عندك مال تستطيع به الحج والعمرة فإنك تحج وتعتمر. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا مشرف على عمالة، هؤلاء العمالة بعضهم لا يصلي وبعضهم يصلي داخل الورشة، هل علي إثم في تركهم بدون صلاة؟ عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ صاحب العمل الذي استقدمهم، عليك أن تبلغه أنهم لا يصلون لأنهم في ذمته وأنت مراقب عليهم. كيف تراقب عليهم العمل الدنيوي ولا تراقب عليهم أمور الدين؟ عليك أولا أنك تناصحهم، فإن استجابوا الحمد لله، وإلا تبلغ صاحب العمل الكفيل من أجل أن يبعدهم عن البلاد. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، عين قاف سوداني، فضيلة الشيخ، هل تجوز الصدقة على الميت في رمضان؟ وما هي الأمور التي تصل إلى الميت من الأكل والشرب؟ الصدقة عن الميت مشروعة في رمضان وفي غيره، لكن الناس يتحرون في رمضان لأنه أفضل الأوقات، ولأن الصوام يجوعون في رمضان، هم أحوج إلى الطعام للمناسبة، وإلا فالصدقة مشروعة في كل وقت عن الميت، وكذلك الدعاء له، وكذلك الحج والعمرة عنه، كذلك تنفيذ وصاياه الشرعية، تسديد ما عليه من الديون، كل هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا مع مجموعة من العمال نعمل عند أحد الأشخاص، ويأخذ منا كل شهر 250 ريال، هل يجوز هذا العمل مع هذا الكفيل؟ العمالة لها نظام، لها نظام وضعته الدولة،
ألا يجوز مخالفة النظام الذي يأتي بالعمال يشغلهم عنده ويدفع لهم الرواتب؟ هذا هو نظام العمل، والعمال يدفع لهم الرواتب وهم يقومون بالعمل كما هو موجب العقد الذي بينهم وبينه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ في أحد أسئلته: بالنسبة لصلاة الفجر، إذا تأخر الإنسان عن هذه الصلاة وصلى في حوالي الساعة 8 لأنه لم يقم في موعده والساعة لم تقمه، هل تقبل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ إذا كان معذورا في النوم، يعني غلبه في بعض الأحيان غلبه النوم أو نسي الصلاة، هذا معذور، صليها إذا ذكرها وإذا استيقظ، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من يتخذ النوم عادة ويقول متى ما قمت واستيقظت أصلي، فهذا لا تقبل صلاته لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. الصلاة لا تقبل إلا في وقتها، ولا يجوز إخراجها عن وقتها إلا لعذر شرعي. نعم. يسأل فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز أن نأخذ ماء زمزم للاستشفاء فيه من مكة إلى باقي المدن؟ لا بأس بنقل ماء زمزم لشربه والاستشفاء به، لأنه ماء مبارك وفيه شفاء بإذن الله، فلا بأس من نقله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: ما حكم التهاون في أداء الأمانة العامة والخاصة حفظكم الله، وخصوصا فيما يتعلق بالأولاد والأسرة في البيت؟ الأمانة حمل ثقيل ويسأل عنها يوم القيامة، من ضيعها يسأل عنها ويطلب منه أداؤها في يوم القيامة، إذا خان فيها وضيعها فإنه يطلب منه أداؤها يوم القيامة، وهو لا يستطيع ذلك، زيادة في تعذيبه والعياذ بالله. وعلى من اؤتمن على شيء أن يؤدي الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي القرآن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الذين ائتمنوكم عليها، سواء ائتمنك ولي الأمر على عمل من الأعمال أو وظيفة من الوظائف تؤدي عملها، أو ائتمنك صاحب مال أو دع عندك مالا يجب عليك أن تحافظ عليه وأن ترده إليه إذا طلبه، أو ائتمنك على سر بينك وبينه تحفظ السر ولا تفشيه. وأعظم الأمانات ما بين العبد وبين ربه من الصلوات والفرائض والواجبات وترك المحرمات، الدين كله أمانة بين العبد وبين ربه، حافظ على دينه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، لدي قطعة أرض وقد نويت هذه الأرض عروض تجارة، وقد حال عليها الحول ولا أملك قيمة زكاة لهذه الأرض الآن، وقد قمت بتسعيرها وسجلت قيمة الزكاة حتى يتوفر لي المبلغ، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ ما فعلته هو الصواب، أنك تقومها عند تمام الحول، وإذا لم يكن عندك مال تدفعه في الزكاة واجب فيها فإنك تسجله دينا في ذمتك، ما استطعت تسدده. نعم. هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للوقوف بعرفة، فأنا كنت مفرد ولم أصل إلا بعد المغرب، هل الوقوف ليلا يجزئ للمفرد في عرفة؟ نعم نعم، ليلة مزدلفة، لأن الليل الذي بعد يوم عرفة تابع لعرفة، وهذا خاص بعرفة، أن الليل الذي بعدها تابع لها، وهذا من تيسير الله وتوسيعه على العباد، فمن وقف ليلة العاشر وهو محرم وقف في عرفة أجزأه ذلك إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، بأنني حلفت إذا حملت وجبت ولد أن أسميه فلان، لكن زوجي رفض ذلك وسماه على والده، وأنا لا أرفض أن أسميه على والده، ولكن عندي بنات كثر، فما الحكم في ذلك؟ هل علي كفارة على الحلف؟
نعم، تجب عليك الكفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، فإن لم تجدي فصومي 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل للعقيقة شروط، وهل لا بد أن تتوفر مثل الأضحية؟ بلا شك العقيقة مثل الأضحية، لا يجزي فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب المخلة بالأضحية. نعم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أدت والدتي فريضة الحج في العام الماضي وقامت بجميع مناسك الحج، ولكن عند طواف الإفاضة حدث موقف أخاف والدتي، فشعرت أنها انتقض وضوءها فلم تستطع الخروج ولإعادة الوضوء بسبب الزحام الشديد، فطافت بالبيت وقصرت من شعرها بعد الطواف، أي تحللت التحلل الأول، فهل يلحق والدتي إثم، وما حكم هذا الحج؟ ما دام أنها على وضوء ولم تتحقق أنه انتقض وضوءها وإنما شكت في ذلك، فطوافها صحيح، لأن اليقين لا يزول بالشك، الحمد لله. فمن تيقن الطهارة، هذه قاعدة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته. نعم. هذا يسأل عن عبارة يرددها البعض عندما يقول: أرجو أن يعني تتقي الله، فيقول: ونعم بالله. نعم المولى ونعم الوكيل، الله جل وعلا نعم المولى ونعم الوكيل، والباء هذه زائدة، أن يقول نعم الله، إذا قال الله نعم الوكيل، نعم المولى، نعم، فإذا قال توكل على الله فتقول نعم الوكيل، تقول نعم الوكيل كما جاء في القرآن، ولا تقول بالله، نعم بالله. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يا فضيلة الشيخ: بالنسبة للدخان الخارج من النار، هل يفسد الصوم إذا كان الإنسان صائم؟ إذا قصد شمه ودخل إلى جوفه إنه يفسد الصيام، أما إذا طار إلى حلقه ولم يقصد شمه فلا يضر. نعم. تقول الأخت السائلة في هذا السؤال: إذا تابت المرأة من الذنب توبة النصوح ثم رجعت إليه ثم تابت، هل هذه التوبة تكون مقبولة، وما هي شروطها؟ نعم، كل ما أذنب المسلم فإنه يتوب إلى الله، ولو كان وقع في الذنب مرة أخرى لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، ويكرر التوبة بصدق ويتوب الله عليه. وشروط التوبة معروفة: الإقلاع عن الذنب وتركه، عدم النية في العودة إليه، يعزم أن لا يعود إليه، أن يندم على ما حصل منه من الذنوب. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا عندما أرى رؤية أو أرى حلم أذهب إلى أحد المفسرين، عندي أحد الأرقام له، وأخذ هذه الرؤية منه، فما حكم التردد وأخذ الفتوى من هؤلاء مأجورين؟ هذا فيه تفصيل مسألة إن كل ما يرى الإنسان رؤية يطلب تأويلها، هذا غير مناسب، لكن الرؤيا التي يخاف منها أو يستبشر بها، الرؤيا التي يخاف منها يترك تفسيرها ولا تضر بإذن الله، يكتمها ولا تضر. أما الرؤيا التي يسر بها فلا بأس أن يطلب تفسيرها، ولا يكثر الإنسان من السؤال عن الرؤى، لأن أكثرها أضغاث وأحلام أو من الشيطان. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إمام المسجد عندنا يقرأ القرآن من بداية البقرة وحتى الناس في الصلاة الجهرية، ويختم في كل شهر أو في كل شهرين، ما حكم هذا العمل؟ هذا السؤال تكرر وتكررت الإجابة عليه، قلنا إن هذا بدعة، هذا بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل هذا في الفرائض، كان يقرأ ما تيسر، عملا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا فيه إحراج للأئمة، يظنون أن هذا مشروع فيلتزمون به، فهذا حرج وأيضا لا أصل له، فهو عمل مبتدع. والذي يريد أنه يقرأ القرآن ويختم القرآن، يقرأه في النوافل، يقرأه في صلاة الليل، يقرأه في أوقات فراغه، ما يقرأه في الفريضة. أو إذا كان يصلي الفريضة وحده، ما عنده جماعة، بعيد عن الجماعة ويصلي وحده، ما لا بأس أنه يقرأ القرآن حتى يختمه. أما يصلي بالناس ويحرجهم في هذا ويسن سنة على الأئمة ما سنها الله ورسوله، هذا غلط كبير،
ومن العجيب أنهم يتركون ختم القرآن في صلاة التراويح في رمضان ويتكاسلون عن ذلك، وربما يقولون بدعة وهم يلتزمون بهذا فيما لا يشرع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. أم عزام تقول الشيخ بأنها اعتمرت في العام الماضي ولم تقصر جهلا منها، ولم تستطع أن تذبح شاة، ماذا عليها؟ عليها أن تقصر، باق عليها التقصير، نسك من مناسك الحج، فتقصر. وإن كان حصل عليها جماع قبل أن تقصر فعليها ذبح شاة في مكة، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. تقول بأنها عندها ذهب فضيلة الشيخ منذ سنوات ولم تقم بدفع زكاته، هل على الذهب الملبوس والمستخدم للزينة زكاة؟ المستخدم للزينة والتزين به لبسه في المناسبات الصحيح أنه ليس فيه زكاة، وهو قول جمهور أهل العلم. نعم. تقول ما الضابط في الذهاب إلى الأعراس إذا كانوا من أقربائي، مع أن في هذه الأعراس منكرات ومخالفات؟ لا يجوز الذهاب إلى الأعراس ولا إلى غيرها من التجمعات التي فيها منكرات إلا لمن يقدر على إزالة المنكرات. الذي يقدر على إزالة المنكرات يجب عليه أن يذهب ويغير المنكر، أما الذي لا يقدر فلا يجوز له أن يذهب إلى هذه المنكرات ويسكت عنها ويقول أنا عاجز. طيب عاجز لا تذهب. نعم. يقول بأنه أفطر من رمضان الماضي 7 أيام ودخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي ما عليه، ماذا يلزمه؟ إن كان مفرطا يستطيع القضاء فيما بين الرمضانين تركه تكاسلا فعليه القضاء وعليه الإطعام، عن كل يوم إطعام مسكين. أما إن كان معذورا في التأخير ولم يتمكن من القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه يكفي منه القضاء بعد رمضان الآخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت أم ديم تقول الشيخ، هل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بعد شهر من زواجها لأنه أكبر منها سنا ولأنها لا تطيقه، هل عليها يا فضيلة الشيخ إثم إذا طلبت منه الطلاق؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لعذر، عذر شرعي مسوغ، سوغ لها ذلك. في الحديث الصحيح أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد، فلا تطلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي. والسن ليس عذرا ما دامت تزوجته ولو كان أكبر منها سنا، ربما يكون أحسن منها في دينه وفي عقله وفي مروءته، وبقاؤها معه يكون فيه خير لها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين وسنه فوق 40، وهو عقد عليها وهي أم 6 سنين، ودخل بها وهي أم 9 سنين، وهو قدوة العالم، قدوة المسلمين، فما في تزويج الكبير حرج ما دام أنه يصلح في دينه وأمانته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، ولم يحدد له سنا، لا للمزوجة ولا للمتزوج، لم يحدد لذلك السن. فهذه فكرة إنما جاءتنا من الغرب، ومن يروج هذه الفكرة من صحافي المسلمين هداهم الله. الواجب ترك هذه الشبهة، لا حرج في زواج الكبار والكبيرات ما داموا تتوفر فيهم الشروط الزوجية والحمد لله. وكون المرأة تتزوج من زوج صالح ولو كان كبيرا ولو كان عنده عدة زوجات في حدود المشروع فهذا من صالحها ولا تبقى عانسا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ أيضا من فقراته يقول، هل للأب أن يخطب لابنته أو أخته إذا رأى شاب صالح؟ نعم، هذا شيء طيب، إذا رأى من يصلح لابنته أو موليته فإنه يعرض عليه أن يزوجه بها، وهذا من الإحسان إليها بلا شك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول، الوالد صار له حادث ومقعد يصلي بدون وضوء، هل الصلاة صحيحة تكفي؟ إذا كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب بدل الماء، يتيمم بالتراب ويصلي. أما إذا كان يقدر على استعمال الماء ولو بمن يعينه ويساعده إنه يجب عليه استعمال الماء
في الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت السائلة تقول بأنها اعتمرت قبل بلوغها ولم تكمل الطواف، ماذا عليها؟ واعتمرت مرة أخرى بعد بلوغها عمره كاملة، ثم بعد سنوات اعتمرت ولبست النقاب. نعم، ما دامت اعتمرت بعد عمرتها التي تركت فيها الطواف، فإن العمرة الثانية تقوم مقام الأولى، لأنها ما زالت محرمة بالعمرة الأولى، فإذا جاءت بالثانية فهي مضت في إحرامها الأول. نعم. الهموم التي تعتري الإنسان فضيلة الشيخ ويصبر عليها، هل يؤجر عليها؟ وهل تكون من الذي يكون صابرا على هذه الهموم؟ الله جل وعلا قال: وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يصبر على ما يصيبه احتسابا لوجه الله فإن له الأجر العظيم والثواب الكبير. والصبر تكرر في القرآن في مواضع كثيرة لأهميته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة